السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم. الآن كنتواجد بمسجد قباء، أول مسجد بني في الإسلام. نصلي صلاة العشاء إن شاء الله والتراويح. خليكم معنا، شوفوا معنا الأجواء اللي كتعيشها المدينة المنورة خلال الشهر المبارك. ما تنساش تشارك وتضغط على زر لايك وتدعمنا، محتاجين دعمكم وشكرا لكم. والشهداء ويحيي المغضوب عليهم